السلام عليكم. غادي نعطيكم الوصفه ديال المقروطه، تجي زوينه بزاف. وما تجيش فيها عمره بالزيت، ملي تجي المذاق ديالها زوين. غادي نشوفوا ان شاء الله. في حاله ما بغيتيوش تقليو في الزيت، غادي تاخدو ديك لاباري ديال البانيني واللي تتكون مشكله من الداخل وتخدموها، راه تجي ممتازه. هانتوما جربوها بطريقتي. اذا هنا عندي تقريبا معلقه كبيره ديال الزبده ذوبتها، غادي نزيد عليها جوج معالق ديال فورس. غادي ديري لهم شويه ديال الكمون، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، شويه ديال الهريسه، شويه ديال القزبر ومعدنوس، شويه ديال الثومه، وحركي كذلك الخليط. ودرت حتى شويه ديال الخرقوم، اللي تيبغي التحميره يديرها. درت شويه، درت جوج بيضات. غادي نخلط كلشي. اذا ما تخلطوا داكشي كلشي حتى ما يبقى لكمش هاد الكويرات ديال داك الطحين. المهم تخلط مزيان. اذا غير بهاد الطريقه، وها اهم حاجه خص المقله تكون ما تتلصقش. صافي، دابا غادي نقبط البطاطا المسلوقه وغادي نحكها فوقها. اذا بالنسبه للبطاطا راه درت معها واحد الطريف ديال الحامض وسلقتها، ودابا غادي نقشرها وغادي نحكها فوق داك الخليط. غادي تخلطوا الخليط مزيان وتشكلوه بالشكل اللي بغيتيو نتوما. المقله ما تتلصقش، ما تخافوش يسيحوا لكم. والعافيه ما تكونش مجهده، الزيت تتبقى هي هي، يعني ما تيتفتتش داكشي فيها. وانتوما غتشوفوا التحميره اللي بغيتيو فيها. في حاله ما بغيتيوش تقليو في الزيت، غادي تاخدو ديك لاباري ديال البانيني واللي تتكون مشكله من الداخل وتخدموها، راه تجي ممتازه.